أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، ونناقش فيها انهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية وعجز البنك المركزي عن توفير غطاء عن بعض الواردات بسعر الصرف الرسمي. الأرقام لا تكذب ولا تقول غير الحقيقة، أو هكذا يفترض بها. الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد اليمني ليس بخير بعد مرور ما يقارب أكثر من عام ونصف من سيطرة الميليشيا على الدولة ومؤسساتها المالية. ثمة علاقة نسبية بين الاستقرار والاقتصاد، وعلاقة طردية بين الحرب والتدهور الاقتصادي. ومع توالي تحذيرات المنظمات الدولية من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي أوقفت عملية إنتاج النفط والغاز إلى جانب تدمير عشرات المصانع ونهب احتياطي النقد الأجنبي، بحسب البنك الدولي فقد ارتفع معدل الفقر في اليمن إلى أكثر من نصف السكان، كما توقف نشاط القطاعين الصناعي والزراعي بنسبة 60%، وفقدت البلاد إيرادات تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا بعد توقف العمل بميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة. يتعرض سعر الريال للانهيار ويتهاوى أمام الدولار، والذي تحول لسلعة ضمن السوق السوداء التي تتحكم فيها الميليشيا. قرار البنك المركزي اليمني بوقف ضمانات استيراد مادتي الرز والسكر والاكتفاء بدفع ضمانات مقابل استيراد القمح والدواء من شأنه خلق أزمة جديدة تهدد بثورة جياع قادمة إذا ما استمر الحال كما هو عليه. انهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية وتداعيات الحالة الاقتصادية للبلاد هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. مع استدامة الحرب يتصدع سعر صرف الريال اليمني فتهوي قيمته خاسفة بأسعار السلع والخدمات، فيما يطل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا وسط العاصمة صنعاء على ترنح تهاوي العملة أمام الدولار. تبدو المرحلة الحالية حالكة في حياة اليمنيين، فالمستويات العامة لأسعار السلع والخدمات ارتفعت كثيرا ولحقت بسعر الصرف المرتفع إلى مستويات قياسية جديدة. أخبار السوق المحلية تؤكد عجز اليمن عن توفير سيولة استيراد السكر والأرز بعد أن سجل الريال أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية، وهو ما دفع بالبنك لوقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات لتقتصر خطوط الائتمان فقط على القمح والدواء. الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي من أجل دعم العملة المحلية وتحسب لانهيارها عقب عودة المحافظ بن همام لم تكن كافية، سيما وأن القرار المالي مرتبط بالقرار السياسي المختطف والقرار الاقتصادي الموضوع رهن الإقامة الجبرية للودائع الخليجية. يضيف مراقبون أن قرار وقف ضمانات استيراد السكر والأرز ربما يهدد انهيار العملة تماما واندلاع ما يصفونها بثورة الجياع. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حذرت من أزمة كبيرة قائلة إن المجاعة تلوح في الأفق، حيث يعاني أكثر من نصف سكان اليمن من نقص الغذاء، بينهم أكثر من 7 ملايين يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي. وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في إبريل من العام الماضي إلى أكثر من 20 مليونا حتى الآن. انهيار العملة المحلية يعني زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلا، مما يفاقم أوضاع الناس السيئة بالفعل ويعمق الأزمة الإنسانية الصعبة. في ظل استمرار الاقتتال واستنزاف الميليشيا لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وللبدء بالنقاش ينضم إلينا الآن من الرياض عضو المجلس الاقتصادي الأعلى دكتور محمد حلبوب. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور محمد. رغم كل ما تمر به البلد إلا أن عملته ظلت صامدة طوال الفترة السابقة، والآن وخلال يومين انهيار غير مسبوق للعملة المحلية وعجز عن توفير سيولة استيراد مادتي السكر والأرز، ما الذي يحدث أستاذ دكتور؟ ما حصل أن ما قامت به الحكومة الشرعية
من إجراءات هي التي حافظت إلى الآن على سعر العملة، وذلك من خلال عمل تسهيلات كثيرة للبنك المركزي، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها الأستاذ محمد عوض بن همام. إلا أن كل هذه الإجراءات وكل ما تم عمله قد واجهت تعنت وواجهت تصرفات هوجاء من قبل الميليشيا الحوثية التي لا تفهم في الاقتصاد أي شيء، وعاثت في الأرض فسادا وأهدرت ماء الاحتياطي من العملة الصعبة وأوقفت الإنتاج سنة ونصف من العبثية، سنة ونصف من الفوضى، بكل تأكيد سوف تؤدي إلى هذا المستوى من التدهور. ولم يتبقى لليمن من أي إيرادات بالعملة الصعبة إلا تلك الإيرادات المتأتية من المملكة العربية السعودية المتمثلة في تحويلات المغتربين البالغة 3.5 مليار تقريبا، وكذلك في المساعدات التي تأتي عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي. كل ما يتم عمله من قبل الحكومة يواجه بتصرفات هوجاء وصبيانية من قبل المغتصبين للسلطة، وبالتالي هذا شيء طبيعي أن يؤدي إلى هذا المستوى. نعم، إذن ما هي الاستراتيجية الآن لدى الحكومة الشرعية ومجلسها الاقتصادي الأعلى لإيقاف هذا التدهور؟ بكل أسف لم تعد لدى الحكومة أي وسائل. استخدمت الحكومة الوسائل مع البنك المركزي بالتأكيد، وسائل الكبح النقدية وأيضا الوسائل المالية، ولم يتبقى الآن إلا منع الاستيراد لعدد كبير من السلع، وهذا الأمر سوف يكون له نتائج سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي. الحل الوحيد الذي يتوفر لدى اليمن هو تطبيق القرار 22/16 الذي سوف يؤدي إلى عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، وبالتالي سيتوقف التدهور المتسارع. وأنا أنبه هنا إلى أن المرحلة القادمة سوف تكون للارتفاعات بالأسعار أصعب، وسوف تواجه اليمن في مارس أو في تبدأ من أبريل إلى مجاعة سوف يكون لها آثار سلبية لن يتم تداركها إلا في شهر 7 أو 8 من هذا العام. إذن دكتور محمد، البعض يتساءل لماذا لم يتم نقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن؟ نقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن سوف ينظر إليه بأنه يعني عملية فصل للجنوب عن الشمال، وبالتالي سوف تؤدي إلى استدعاء كل دكتور محمد كإجراء مؤقت للهجوم على الجنوب، وهذا سوف يكون لو دكتور محمد اسمح لي، ولكن نحن نتحدث عن إجراء مؤقت بكون عدن هي الآن العاصمة المؤقتة لليمن، وكون العاصمة صنعاء الآن محتلة والمركز المالي تحت سيطرة الميليشيا، وهذا ما أدى إلى هذا التدهور والانهيار. نحن نتحدث عن إجراء مؤقت. أنا شخصيا كنت من الناصحين للحكومة على نقل البنك المركزي منذ فترة إلى عدن، لا بل أنني اقترحت عليهم استبدال العملة بعملة أخرى حتى يتم الحفاظ على يعني الأوضاع الاقتصادية واستقرارها، ولكن الحكومة نظرت إلى الوضع بأنه سوف يؤثر تأثير سلبي على الجانب العسكري وعلى الجانب السياسي، وبالتالي وقف كثير من أعضاء الحكومة وخاصة أخوتنا من الشمال كانوا يخافون أنه هذا الإجراء سوف يؤدي إلى انفصال الجنوب عن الشمال، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف هذه الخطوة. ولكن لم يعد هناك أي وسيلة أخرى إلا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وإذا تم إذا طالت الفترة الحرب فالأفضل أن يتم إصدار عملة يمنية جديدة سوف تغطي المناطق المحررة حتى لا تتأثر المناطق المحررة بما يحصل في صنعاء من تدهور اقتصادي ونهب وسلب للمال العام. وصلت الفكرة دكتور، تفضل بالبقاء معي واسمح لي أن أشرك معنا الآن في الحديث الدكتور علي سيف كليب أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور.
مساء الخير، اهلا وسهلا. دكتور، كما تابعت لعلك الحديث، الدكتور محمد حلبوب يقول ان الحكومه الشرعيه استنفذت كل اجراءاتها ولم يعد هنالك اي وسيله اخرى لتدارك الوضع، ما رايك انت؟ بدايه لابد من الاشاره الى ان هناك سياسات خاطئه كانت يتم اتباعها فيما يتعلق بسياسه سعر الصرف ودعم استقرار الريال اليمني. نعم. الامر الذي الى استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات للعمله الصعبه، وكما نعلم بان مصدر او مصادر العملات الصعبه بالنسبه لليمن هما مصدرين رئيسيين، عائدات الصادرات النفطية وعائدات المغتربين. عائداتنا من الصادرات النفطية طبعا متوقفة، إضافة إلى تضاؤل العائدات من تحويلات المغتربين. هذا الأمر بكل تأكيد أدى إلى شح مصادر النقد الأجنبي، وأيضا عملية تمويل الصفقات الواردات عن طريق البنك المركزي أدى إلى سحب جزء كبير جدا من الاحتياطيات النقدية. ونحن حذرنا مرارا وتكرارا من قبل الأزمة ومنذ حكومة باسندو وما قبلها بأن لابد من أن يكون هناك سياسات اقتصادية سليمة. نعم. تعمل على استقرار سعر صرف الريال اليمني بدلا من ان يتم استنزاف الاحتياطيات. ما هي هذه السياسات دكتور علي؟ ما هي هذه السياسات؟ هناك سياسات ماليه وسياسات نقديه ليس المجال مجال الحديث عنها في الوقت الحالي، لان السياسات الماليه والسياسات النقديه من العبث ان نتحدث عنها ونحن نعيش هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد. فهناك سياسات مالية وسياسات نقدية ينبغي أن تتخذ عندما يكون هناك استقرار سياسي واستقرار اقتصادي. أما في الوقت الحالي فطبعا الحديث عن مثل هذه السياسات ليس ذي أهمية. إذا بالعودة إلى ما قلتيه، ما هي الوسائل أمام الحكومة؟ طبعا أنا أتساءل، طبعا البنك المركزي في صنعاء والحكومة ليست متواجدة في صنعاء، وبالتالي هناك تنسيق تقريبا واتفاق ما بين الفرقاء السياسيين بأن يحيد البنك المركزي، وهذا شيء محمود، وكان هناك اجتماع على ما تذكر في المملكة الأردنية الهاشمية بين محافظ البنك المركزي وبعض الخبراء وبين وزير المالية، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات أعتقد من ضمنها ما تم اتخاذه في الوقت الحالي، لأن الانهيار الذي لحق بالعملة اليمنية أحاطت به مجموعة من العوامل والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي هذا الوضع طبعا سيتسبب بكارثة اقتصادية لن يتحملها إلا البسطاء من الشعب اليمني، وكما ذكرتم في تقريركم فإن حوالي 80% من الشعب اليمني أصبح يعاني من شح مصادر الدخل، وطبعا يصنفوا على أنهم فقراء، وهناك بعض المحافظات دخلت في مخاطر المجاعة، وطبعا هناك العديد من المحافظات ستتبع المحافظات تلو الأخرى إذا ما استمرينا في هذا الوضع. نعم دكتور علي، هل سيؤثر هذا الوضع الذي تتحدث عن هذا الانهيار على قدرة البنك المركزي في توفير رواتب الموظفين؟ هو وإن تم توفير مرتبات الموظفين، ولكن نتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذه المرتبات سوف تتآكل. طبعا مرتباتنا تتآكل يوما بعد آخر، فنتيجة لارتفاع أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الخدمات، فالموظف فقد ما يقارب 30 إلى 40% من راتبه. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه طبعا بكل تأكيد وإن تم توفير المرتبات إلا أن هذه المرتبات لن تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة الضرورية، وبكل تأكيد سيكون هناك ضرر كبير على الموظفين وعلى ذوي الدخل المحدود. قضية توفير المرتبات من عدمه ليس مرتبط بالعملة الصعبة،
يعني بمعنى انه نحن لا نستلم مرتباتنا بالدولار، وانما نستلمها بالريال، وعندما تتآكل قيمة العملة المحلية او تنخفض قيمة العملة المحلية فهذا سيؤثر على معيشتنا كمواطنين لا نمتلك سوى مرتباتنا. وطبعا سوف يزداد الوضع سوءا. نعم. وكما ذكر الدكتور محمد بان دكتور علي وصلت الفكرة، متوقع ان يدخل المواطن اليمني في وضع كارثي للغايه خلال الفتره القادمه ان لم يتم تدارك هذه العمليه. نعم دكتور علي ابقى معي وسانتقل واعود الى الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، كيف لنا ان نفهم العقليه التي تدار فيها الموضوع المالي في البلد، والمرتبات الدبلوماسيين والموظفين في بقية المحافظات ما زالت تصرف من الميليشيا نتيجة لثقة نعم أسمعك. نتيجة لثقة الحكومة بأن الأوضاع العسكرية سوف تحسم في القريب العاجل، فقد أبقت الحكومة على البنك المركزي في صنعاء، وهذا الإبقاء هو من أجل الحفاظ على المؤسسات الدولة ومن أجل الحفاظ على الجهاز المصرفي حتى لا ينهار، لأنه كانت المركزية الشديدة وكله متركز في صنعاء، بالإضافة إلى عدم انهيار الأجهزة الحكومية الموجودة في صنعاء، أجهزة الوزارات. وهذا الأمر يعني أدى إلى هذه الخطوة، وهي خطوة إبقاء على البنك المركزي محايد، ولكن نتيجة لأنه لدينا سلطة من الأطفال، أطفال يقودون مجتمع، وبالتالي شيء طبيعي أن يودون إلى التالكة. لا يمكن للأطفال والمتخلفين والذين جاءوا من الكوف أن يقودوا اقتصاد متحضر مثل الاقتصاد النقدي. نعم دكتور محمد، والمصارف دكتور، هذه العملية مستحيلة، البقاء بين أناس جاءوا من الكوف لا يستطيعون أن يفهموا العملية الاقتصادية ولا السياسات النقدية ولا السياسات المالية. وبالتالي دكتور محمد كما تحدثت مجموعة أطفال، إذن لماذا يستمر توريد المخصصات المالية من الضرائب والجمارك وغيرها إلى يد أطفال كما تفضلت بالحديث؟ هو كما قلنا انه هناك كان اتفاق على الابقاء على، او اتفاق ضمني ليس اتفاق مكتوب، وانما اتفاق ضمني على الابقاء على البنك المركزي في صنعاء حتى لا تنهار الاجهزه المصرفيه والاجهزه المركزيه الموجوده في صنعاء، ونتيجه لثقه يعني اكثر ثقه حقيقيه بانه اغتصاب السلطه لن يطول وانه الحكومه سوف تعود. وهذه نعم، إذن دكتور محمد نحن في حاله صراع العمليه. دكتور محمد نحن في حاله صراع الان، حاله صراع بين الحكومه وبين ميليشيا، كيف للحكومه ان تبقي ماليه الدوله بيد ميليشيات؟ طبعا هذه كانت هي من الأخطاء، وكان يفترض أن يتم تطبيق ما حصل في الكويت في عام 1990. نعم. عندما هجم العراق تم تجميد الأصول المالية، وقد نصحنا الحكومة بهذا على أساس أن تقوم بتجميد الأصول المالية الموجودة في الخارج على الأقل. نعم. حتى لا تعبث بها أطفال الحوثيين، ولكن كانت ثقة الحكومة وثقة التحالف كبيرة بحيث أنه سيتم الحسم بشكل أسرع، ولكن إطالة الحرب أدت إلى ما نحن فيه من الوضع الاقتصادي يندر بمجاعة قادمة قد لا نستطيع تداركها حتى وإنها انهارت الميليشيا وتم النصر. نعم، إذن دكتور محمد حلبوب تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود لضيفي الدكتور علي سيف كليب. دكتور علي، أي ضرر يمكن أن يلحق بالضبط بسكان اليمن جراء هذا التهاوي للريال أمام الدولار والعملات الأجنبية؟ كما قلنا بأن المجتمع اليمني أو اليمن بشكل عام تصنف من الدول الأقل نموا، والشعب اليمني يصنف من الشعوب الفقيرة، وهناك أكثر من نصف السكان يعيشون على مستوى خط الفقر. فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت استمر الانهيار في قيمة العملة المحلية مقابل تصاعد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، هذا يعني بأن شريحة الفقراء سوف تزداد،
والفقر المدقع سوف يضرب بأطنابه في المجتمع اليمني الذي يعاني من كثير من المشاكل الصحية والمشاكل الغذائية. وبالتالي نحن أمام مجاعة، كما قلت هناك بعض المحافظات تصنف في درجة الخطورة من المجاعة، والبعض الآخر في طورها إلى أن يتم إدراجها في هذا التصنيف. نعم. وطبعا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، انخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، سيؤدي إلى طبعا كارثة إنسانية لا يمكن أن يتنبأ بها أحد. وطبعا كما قال الدكتور محمد، نعم. إذن دكتور علي، أنت تتحدث عن كارثة إنسانية، كيف يمكن الحد من هذه الكارثة؟ كما كنت أريد أن أتحدث، طبعا هذه الكارثة هي قادمة لا محالة، حتى وإن اتفق الفرقاء السياسيين، إن تصالحوا أو إن انتصر أحدهما على الآخر، نعم. فإنه سوف يواجه وضعا اقتصاديا كارثيا يستحيل معه المعالجات السطحية التي كانت تحدث. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا شجاعة لأن نبدأ بالعمل على المصالحة الاقتصادية، نجنب الاقتصاد من يعني مشاكل أساسة، لأن اقتصادنا بشكل عام يصنف بأنه اقتصاد هش واقتصاد ضعيف، واليمن تصنف بأنها دولة فاشلة وليست لدينا موارد اقتصادية، ونحن دائما ما نعيش على القروض والمساعدات. نعم. وإذا ما طبعا قطعت علينا مثل هذه القروض والمساعدات فلا يمكن. نعم. أن نعمل على. نعم. حل دكتور علي، على سيرة القروض والمساعدات، نعم، تتحدث عن القروض والمساعدات، أين هي مسؤولية المجتمع الدولي والإقليمي؟ ما الذي يمكن أن يقدمه في هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد اليمني؟ هناك الكثير. طبعا لعلك تعلمين وتتذكرين مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن ومن ثم في الرياض وإلى آخره، ولم يتم تقديم شيء لأن الأسباب الداخلية كانت وراء عدم الحصول على كثير من القروض والمساعدات، عدم. نعم. قدرتنا على الاستيعاب، ليست قدرة الاقتصاد، بل ليست لدينا القدرة على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي يمكن أن تستوعب مثل هذه القروض والمساعدات. فمسؤولية المجتمع الدولي والأقليمي في الوقت الحالي مسؤولية إنسانية بالدرجة الأولى، وبالتالي. نعم. ينبغي أن تنشط المنظمات الإنسانية وأن يتم تسليط الضوء على ما يعانيه المواطن اليمني. نعم. لا النظر إلى ما يقوم به الساسة من افتعال للمشاكل والحروب. نعم. يجب أن ينظر للمواطن البسيط. نعم. الذي لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش. شكرا. يجب أن ينظر إلى الأطفال الذين يعانون من المجاعة، الأطفال الذين يقتلون جراء هذه الحرب. نعم. التي ليس لها طائل ولا تخدم إلا مصالح من يبحثون عن السلطة. نعم، وصلت الفكرة. الدكتور علي سيف كليب، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، شكرا جزيلا لك. ونعود الآن إلى ضيفي الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، لو تحدثنا عن المجتمع الدولي الآن، ما مدى تفاعل الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية مع الحالة الاقتصادية لليمن، وهل من توجه خليجي لإنقاذ الوضع؟ هناك برنامج تقوم بإعداده حكومة بحاح وبالذات وزارة التخطيط. هذا البرنامج سوف يبدأ مباشرة، هو برنامج لإعادة البناء، برنامج إنقاذ لليمن، سوف يتم المباشرة به مباشرة بعد عودة الحكومة إلى صنعاء. كلما تم الإسراع في الوصول إلى صنعاء بشكل أسرع وبشكل أقل من الخسائر الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، سوف تكون هناك سهولة في مواجهة المجاعة القادمة.
وأما المجتمع الدولي فهو لا يستطيع أن يتعامل مع مغتصبين للسلطة، وهو يرفض التعامل مع المغتصبين بالكامل، كان ذلك ميليشيا الحوثي أو كانت جماعة صالح أو جيش صالح. فبالتالي فإن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتعامل إلا مع سلطة شرعية، ولذلك هناك إمكانيات كبيرة من خلال الدعم من صندوق النقد الدولي، من خلال دعم من البنك الدولي، من خلال برنامج الإنقاذ الموجود في المجتمع في صندوق النقد الدولي وبرنامج القروض، فهناك إمكانية للمعالجة. ولكن هذه الإمكانية تصطدم بوجود سلطة مغتصبة لدى أطفال جاءوا من الكوف لا يمكن للعالم أن يتعامل معه. وبالتالي فإن أي إنقاذ لليمن من القادم من التدهور الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا أولا بإزاحة السلطة المغتصبة من سدة الحكم، وبعدها يمكن التعامل بشكل مع المستجدات أو مع الانهيار الاقتصادي التي قادم بكل تأكيد. نعم، إذن الدكتور محمد حلبوب شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى ضيفنا الجديد خالد عبد الواحد، رجل أعمال وخبير اقتصادي. مرحبا بك دكتور خالد، تسمعني؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. انهيار سعر العملة أمام الدولار، ما هي تأثيرته وانعكاساته المحتملة خصوصا عليكم أنتم رجال الأعمال؟ نعم. طيب أستاذ خالد تسمعني؟ طيب أوكي، أنا أسمعك، ولكن أعطينا فرصة لأن أنا ماشي أدخل في الـ في الـ في الـ السياسة كما سبقني. أنا بتكلم عن مصلحة رجل الأعمال وفي الجانب الاقتصادي بالضبط. أولاً يجب أن تعرفي أنه نحن أن البنك المركزي تفضل لم يصدر أي تقارير رسمية منذ بدء الحرب، وآخر تقرير يعني صدر كان في الفصل الأول عن الفصل الأول لعام 2015، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن أرقام رسمية عن الوضع النقدي وحجم العرض النقدي وحجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ولم تصدر أي نشرة تقديرات ميزان المدفوعات لعام 2015. ولكن مع ذلك تسربت بعض المعلومات عن مجلس الوزراء وأيضا عن بعض التقارير الأجنبية، المنظمات الدولية الأجنبية، وأيضا نشرت المستجدات الاقتصادية والاجتماعية اللي تصدرها وزارة التخطيط قطاع التوقعات الاقتصادية، وكلها أثبتت وكلها يعني أعطت أنه البنك المركزي اليمني تعرض لاستنزاف احتياطاته بصورة مكثفة خلال عام 2015 بمقدار حوالي من 2.7 إلى 3 مليار دولار. نعم. من قبل تدخلات او سياسات الانقلابيين. نعم. ولم يبقى معه سوى يعني ودائع، جزء من ودائع البنوك وليست كل ودائع البنوك، وايضا الوديعه السعوديه. وهذه كلها طبعا يعني المبالغ المتبقيه. وهذه الودائع المتبقيه لا تفي باي تمويل لاي استيراد. حتى للقمح ولا الدواء. ويشكر البنك المركزي ومحافظه على انه حافظ على استقرار العملة من بدء الحرب حتى الآن. وهذا لأسباب عديدة لا أريد أن أتحدث عنها، ولكن الآن نحن أمام وضع كارثي بالنسبة لاحتياطات النقدية. نعم. وبالتالي لا نستطيع أن نطالب البنك المركزي بأكثر مما قدمه حتى الآن. نعم. ولكن في حلول، أنا ما سمعت من الأخوان المتحدثين السابقين عن الحلول، أنا بتكلم عن الحلول. عن الحلول. اولا يجب ان تعرفي انه في عرض نقدي للاجنبي. نعم. طبعا بدون المعلومات الرسميه الان يعني الاحتياطات يمكن مليار وكسور يعني ما زالت مع البنك المركزي، لكن لا يمكن ابدا ان يغامر بها لانه جزء منها وضيعه سعوديه. نعم. لا يمكن دكتور خالد، استاذ خالد لم يعد لدينا وقت كافي، دعني اطرح عليك قرار وقف ضمانات واردات السكر والارز للتجار والشركات، ما تاثيرته على السوق المحليه؟ نحن نحدثك انت كونك احد رجال الاعمال. بس معليش بتحدث عن الحلول. نعم
ما هي الحلول؟ يا أخت. نعم. هل أشارك ولا يعني ما تقطعي تفضل 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 سيدي. تفضلي. أقول لك إنه مهم يعني البنك المركزي لا يوجد لديه احتياطات نقدية أجنبية، ولكن في عرض موجود في السوق. نعم. في عرض موجود في السوق. أهم حل أهم أول أي إجراء ضروري جدا. أيوة. أول إجراء ضروري جدا هو إنه لأنه هذا الموضوع مش فقط بيأثر على الغلاء وبيأثر على سعر الصرف، ولكن نحن الآن مهددين من الخارج من البنوك الخارجية بأن توقف تعاملات كل البنوك مع الخارج. نعم. وهذه خطورة كبيرة جدا لأنه لن تمكننا من استيراد أي سلعة أخرى، لا رز ولا قمح ولا أي شيء آخر. نعم، إذا ما هي الحلول؟ الآن البنك الأهلي البنك الوحيد اللي معه احتياطات يعني معه ودائع يعني في الخارج. نعم. ولكن بقية البنوك مش قادرة أن يعني من شهر 7 من شهر يوليو 2015 مش قادرة أن تصدر عملاتها الأجنبية الموجودة في خزائنها. نعم، إذا أستاذ خالد ما هو الحل؟ أول إجراء يجب أن يتم السماح لكل البنوك المحلية بتصدير السيولة المحلية من العملات الأجنبية إلى الخارج لتغذية حساباتها. نعم. حتى تتمكن من استيراد من فتح الاعتمادات والاستيراد لصالح الـ 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 لصالح السوق المحلية. هذا الإجراء الأول ضروري جدا. نعم. الإجراء الثاني يجب الحكومة أن تسرع في تصدير النفط والغاز، وخاصة أنه مصادر يعني مواقع التصدير في مناطق لا يوجد فيها حرب الآن. نعم. ولكن فيها بعض الميليشيات الإنقلابيين بصورة القاعدة. نعم. هذه يمكن التغلب عليهم لأنهم مسيطرين على ميناء الضبة ومسيطرين على الحاف. نعم، وصلت الفكرة دكتور خالد. يجب أن نكون من أولويات الحكومة بأي طريقة ممكنة، حتى لو اضطرت أن يعني تقضي على الخلايا القاعدة. نعم، وصلت الفكرة دكتور خالد. وصلت الفكرة، ونتمنى أن تقوم الحكومة بتلك الإجراءات. خالد عبد الواحد، رجل عمل وخبير اقتصادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني في الأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي الدكتور سيف كليب، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، وكان معي من الرياض الدكتور محمد حلبوب، عضو المجلس الاقتصادي الأعلى. كما أيضا أشكر ضيفي الدكتور خالد عبد الواحد، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي. وهي لكم على حسن المتابعة والإصغاء. نلقاكم في حلقة وزوايا أخرى. إلى اللقاء.